عايز اختم معاك بالانتخابات في نادي الزمالك، لان ده برضو ملف مهم جدا. وكيف ترى الوضع الانتخابي الحالي وترشح الاسماء الموجوده؟ رايك مثلا ايه فكره الكابتن فاروق جعفر ان يكون رئيس لنادي الزمالك؟ ورايك ايه في تصرف الكابتن احمد سليمان بتنازله عن منصب الرئيس او ترشح على منصب الرئيس عشان يكون في قائمه كابتن حسين لبيب؟ بص، بالنسبه لكابتن فاروق جعفر اسم كبير، اه يعني لما بتتكلم على كابتن فاروق جعفر بتتكلم على كابتن محمود الخطيب، بتتكلم على كابتن حسن اكيد شحاته، دي الاسماء طبعا الكبيره ديت. طبعا وجود الكابتن الخطيب اسم كبير قوي في النادي الاهلي كرئيس رئيس النادي الاهلي. انت بتبص حتى في المسيره نفسها بتاعت رؤساء الانديه في النادي الاهلي، بتلاقي مثلا الكابتن صالح، وبتلاقي بعد كده في كابتن كان قبل كده كان الكابتن عبد الصالح الوحش طبعا طبعا رحمه الله عليه، كابتن صالح طبعا الله يرحمه طبعا ماستو. انت بتتكلم على كابتن حسن حسن حمدي، حمدي، كابتن محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب طبعا، ما اقدرش انسى كمان دور قبل الكابتن خطيب كان موجود المهندس محمود طاهر مهندس محمود طبعا طاهر طبعا طبعا، كان برضو الدنيا برضو طبعا بعتت ماشيه بشكل كويس قوي. برضو في نادي الزمالك انت بتتكلم على فتره من الفترات، يعني على كابتن فاروق ان يبقى موجود كرئيس نادي الزمالك اسم كبير خبرات تفرق كتير، مع النادي تفرق كتير جدا والله. مع النادي. هو هيبقى عنده ملف. بص يا امير، نادي الزمالك مع مختلف اللعبات كلها والنجاحات اللي موجوده في الالعاب كلها بمنتهى الامانه، يعني لو نتكلم على يد ولا باسكت ولا هاند مظبوط. بول ولا كل الالعاب اللي موجوده بشكل كبير، نجاحات مذهله. لكن الزمالك نادي كوره، مظبوط يعني وجهه الزمالك هي كوره، اكيد فانت اكيد. ملف ده شائك جدا، في شائك وفي مشاكل، بعض المشاكل موجوده في حاجات القيد وموجوده في اللعيبه واختيارات اللعيبه والفريق والقصه والصفقات والقصه والسيوله والماليه، قصص كبيره قوي في الملف ده. الملف ده هو يقدر يديره بشكل كويس قوي، ويقدر يتعامل فيه بشكل كويس، ويقدر يوصل ان يعمل بدايه ارضيه، ويعمل بدايه وبعد كده يبقى فيه تصاعد، وبعد كده يبقى فيه وصول للهدف الايه المنشود اللي انت عايز توصل له بشكل كويس. الجبهه الاخرى برضو كلهم ناس مميزين اه قوي بصراحة كويسين، بصراحة اسماء كلها طبعا مميزه. وكان طبعا موجود طبعا الكابتن حسين لبيب، كان موجود قبل كده وخدوا دوري، وكان صح موجود وعناصر الموجوده. بالنسبه لكابتن احمد سليمان، كابتن احمد سليمان هو التفكير كله في ان انا بخش اخدم النادي، فدي حاجة تحسب له تحسب له ان انا طبعا. بخش ان انا بتنازل عن الرئاسه او اخش مع مجموعه ممكن تكون مجموعه متناغمه في كيمياء بينهم معينه، فانا هبقى موجود في البوزيشن بس هخدم من خلال نادي الزمالك. كل اللي بتمناه ايوه خدمه النادي، اه مش ان انا اخش استفيد من النادي، انا عايز هكون اخش داخل اخدم فعليا. اخدم النادي فقط لا غير، مظبوط. ان انا دي عايز مهمة. اعمل اي شيء، اعمل المستحيل عشان اخدم النادي، ولو وعندي افكار وعندي حاجات كتير قوي ان انا اخدم النادي، اكيد لكن عشان اخش ان انا يبقى في تفكير في امور اخرى وبتاع، دي هتبقى مش في صالح النادي. مايل لانهي كفة، مايل لانهي كفة سريعا عشان اخدم لسه يعني لسه، مكرس بس بميل اكتر طبعا للكوره، يعني لو كابتن فاروق طبعا بيبقى اوكي. يعني ما فيش اعتراض، لكن انا كابتن فاروق طبعا ككوره طبعا هتلاقيني موجود معاه وفي تمام ظهره وبدعمه وبسنده. جات الفرصه لكابتن حسين لبيب، في ظهره برضه. المهم ان نادي الزمالك يبقى كويس ويبقى ماشي بشكل كويس قوي. أكيد.